سوريا. تحدثت فيه مع أهل الإعلام عن هالمشاركة. فل على عادتها وعفويتها تحدثت لكاميرا الأخبار وطرق الحديث لمواضيع عديدة نتابعها مع الزميلة ريماس سحتوت من سوريا. مساء الخير لكل مشاهدين روتانا موسيقى، نحن موجودين بشيراتون دمشق والحدث هو مؤتمر صحفي للفنانة فلا، رح نتعرف على آخر أخبارها وأنا حاسة إنه في كتير مفاجآت بدها تخبرنا عنها، خليكم معنا لنشوف شو بدها تخبرنا. ياسمين الحب فلا القلب، ياسمين الحب فلا القلب، يا أم الواجب كنتي وراح تبقي يا شام، يا أم الواجب كنتي راح تبقي يا شام معزوزة. بدي أقول لك ألف مبروك على غنية معزوزة يا شام، طلعة بتجنني بالكليب، هاي صورة من الكليب. صورة من كليب معزوزة يا شام اللي حتشوفوها إن شاء الله على الفضائيات. أولا أنا بشكرها باسم كل سوري غيور على سوريا الوطن الحبيب. أول ما نزلت لسوريا طلبت مني إنه تعمل أغنية للشام، كون الست فلا غنت لمعظم البلاد العربية، يعني معروف عن الست فلا إنها مطربة العرب وسلطانة فعلا. كتبت لها أغنية معزوزة يا شام اللي هي من ألحان الأستاذ فاروق الجزائري وتوزيع الأستاذ محب الراوي والأستاذ مجد جريدة، وتم التسجيل في استديوهات ميوزك بوكس. يا أم الواجب كنت ورا تبقي يا شام معزوزة. هيدا ما كان بلاي باك على فكرة، كان ماين سوان، يعني بتسمعوا الصوت لأنه الصوت في السي دي كان خارج، فكنت بغني لايف، فزقفوا لي تاني. كيف كان المؤتمر الصحفي؟ كيف كانت أسئلة الصحفيين؟ فشو وجهتي مسج لمين اليوم؟ وجهت مسج للبلد اللي عزيز على قلبي مصر، وفيه محامي بتاعي بيتابع لي دخولي على مصر، وفي انسان واحد يعني انا فرحت جدا وهو قال لي انه يعني بدي اوجه له تحيه كثير كبيره، وزير الداخليه في مصر الحبيب. من 2001 اتشال اسمي، في شخص واحد اسمه عصام معرقلي على فوجهت له تحيه عبر المؤتمر الصحفي انه يشوف يتولى شو هو، يعني انه بيكون خير ان شاء الله. بعد حبلة، بعد معزوزة يا شام، شوفي سمعت انه في غنية جديدة بالاجواء لمصر قريبا، لمصر في اغاني عم تتحضر في الالبوم الجديد ان شاء الله، اسمها انتباه. يا اهل الهوى انتباه، مش هقول لكم شيء نو بعدين. في سربرايز، في طبعا ثنائي مع عمر عبد الله مرت الايام وصورناها في البر، اخراج الاستاذ حسين دعيبس، حتسمعوها كذلك. والله ما فارقت وراني مفارقة، وعقبك دمع العين وروحي غارقة، لو صار الخمسين وابقى عاشقة، واغمزك بالعين وننسى شبانا، انت نبض القلب ويا الخل الخالي، نبضك من نبضي ونتنبضك لي، عفرقك القلب فلة وتذبالي، شاب شعر الراس والعود نحانا. فان شاء الله يكون وشي خير عليكم، ما نكونش ضيوف تقال. بدي وجه تحيه كثير كبيره، بقول لك جمان ابو عيد اشتقت لك كثير، وقلبي معاكم وحياتي معاكم، فالله ان شاء الله يا رب يسود الاستقرار في بلدنا بيروت. شكرا لك فنانتنا الحلوه كثير فلا. شكرا لك وتحياتي، كانت معاكم من فندق الشيراتون مؤتمر صحفي لفلا الجزائريه معزوزه يا شام فلا و ريماز. ريماز.
شكرا ريماز على هالمقابله اللطيفه. يعني فلا بتنتمي لكل الوطن العربي، ومكان اقامتها واداره اعمالها بتتغير حسب الظروف، واليوم اداره اعمالها مع الشاعر صفح شغاله. ونكمل اخبارنا بهالاجواء الحلوه، ولكن بعد الفاصل الاعلاني.